والله حبيبي ديال اش نقول لك والله ما يخصك معايا شي خير ان شاء الله. ايوا هادشي اللي بغيتي حبيبتي. توفيق وودرك يا جاب لكم سلعه نقيه. دير كافي ها هي بولينكس وعباد الله كضربها مع الارض ما كتفرجكش. هيا مش عارف ورا عندنا سلعه نقيه اخويا. وهي التلفازه دوري فيك ما تتهرس. هاي هي ما تهرست ما والو. هانتوما كيف ما كتشوفوا غنعطيكم ضمانات 100 عام اسيدي. شدة 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 نشوف انا وي لحيتي داك الشارف واش شيباني راه ماشي ديالك سير بحال هادشي بعدا ماك سخان واخا عليك انت يا واخا عرفت مالهم كاع عرفت مالهم هادي تاع تلقى ما خدامين كاع ماشي تاش هذا الروز هذا ماشي تاش واتي خدمي واتي خدمي الله يقاريك داير بحال ولادي واتي خدمي والواليد واتي فكرنا صاحبي والله حبيبي ديالي اش نقول لك والله ما يخصك معايا شي خير ان شاء الله. ايوا هادشي اللي بغيتي حبيبتي ان شاء الله. شوفي غادي نشري لك الحرير غادي نشري لك هذاك اللي تلاقيناه في المول خليها تندوزو مره اخرى ان شاء الله ونشوف ما شتاش مزيان ياك حنا 1500 درهم عطيتها للكارسون يلاه صافي بوفوار صافي حبيبي ويلي عارفه حنا تنعطيو البوفوار و مسخوط الواليدي انت فين كنتي غايب هذا النهار كامل فين هو الدواء ديال الواليده انت صاحبي راه كنت مع واحد الدريه صاحبي مشيت خرجت معاها صاحبي خصك تكون شويه بروبر نصبات عليك اشيري كيفاش نصبات عليا انت الدريه تبغى جوهره صاحبي انت تبغيني كما انا صاحبي صاحبي واش شويه لاباس زيد زيد الضحيه زيد 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 اوف هاد الاذاعات هادو فين غبروا فين فين غبروا كاع ما كاين عرفت مالهم كاع مالهم هاد الاذاعات كاع ما خدامين كاع واش بغاش نتفرجوا حنا كاع في هادشي هذا غنتفرجوا في السينما بوحدنا والو شوفوا كاع او ماشي تاش هذا الروز هذا ماشي تاش واتي خدمي واتي خدمي الله يقاريك داير بحال ولادي واتي خدمي والواليد تفكتنا صاحبي تفكتنا صاحبي تبغى نضرب مع ديك البراكه عندك والواليد والواليد شي حاجه شخصيه هضره الواليد انتوما نوض قعدوا انتوما باقيين عايشين حتى دابا بغينا غير نتفرجوا ما لقيناتها فين جلسوا نوضوا تدبروا على راسكم منو تخرجوا والواليد تا حنا لقينا الخدمه بعدا باش نخدموا وتا صاحبي تا معلق لينا دوك الشواهد ديال الحلاقه تا صاحبي ديك بعدا ديك البراكه اللي بارت الضرفات تا راه واخا تقدر فاتها الفجر راه ماتت وبقى لك الاجل ديالك تا ونحلو حوك في التراب ونورتوك والله تا نورتوك بالرب وزيدونا الواليد باش ندبروا على راسنا واش بدينا ميمي عطينا باش غنمشيو مشو على رجلينا والله تحركنا على رجلينا بالرب باش نوضو ندبر علينا اولي 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 انا معامل ونوض خرج على انت عطيونا كيسع واحد شويه نوض خرج انا كنت معكم واحد شويه نرتاحوا مالكم محطين لي هنا واش ما عندكم ما يدار نوض خرجوا على عطينا كيسع وهذا الراجل اش واقع شوف هاد الريكه عندك ما لقينا حتى فين نجلسوا يا هاد الدراري نوضوا قلبوا على راسكم الله يرضي عليكم خلونا انا وباكم نريحوا على شويه يا هاد المراه راني قلتها لهم نديروا النوبه على الزدر هما شويه حنا شويه سدوا الزداد ما بغاوش يتلقاوهم ولينا حنا نعسوا واقفين يا هاد الدراري يا هاد الدراري حشمو التقى والله باغي ندو السخط من والديكم خرجوا قلبوا على روسكم سيروا تخدموا بحال الدراري ياك لا لا دابا حنا ظالمين ياك دابا حنا ظلمناكم واخا تل تل حيد حسن انت ما تعرفش اسمع اسمع تعرف لي البراني ما تعرفش لي الوالدين
جا والديا والله الا جا والديا صافي والديا باش نخرجوا ودبروا علينا خلينا نمشيو نخرجوا ايوا صافي اما دبروا علينا اما تبقاو ناعسين والله الريال لا شتوه السنتيم لا شتوه اه واش تدبروا علينا ريح السدار دابا غادي نشرح لك واه صح حسن وانت هذوك الشواهد اصاحبي تفضع علينا بهم راسنا ايديكم حطوا داكشي تاع باكم واحد ولا داكشي ديال تحت تحت ديال التورتات تحت ديال ديالي زين سبع العصر ادنا صح زين هاي جاك الله يا عباد الله الدراري هاد ما عرفتش غندير معاهم مع عباد الله شكيله يعني تما كداو الراس خمسه ديال ولادي هادو قالت كاع كشطوا لي الدار قالك تبروا علينا ولا نكشطوا لك الدار كاع داكشي اللي عندي كي داو باعوه ويلي باي الدراري انا كنعرفهم زعما الله يعمر دار عرفش غدير يلا نوريك فين كيبيعوا داكشي الله يرحم ليك والدنا ولدي بلا جميله بايير بلا جميل الله يجازيك بخير ودي الله زيدو زيد ودرقه يا جاب لكم السلعه نقيه هادي الكاسرونه يا حسن كلشي 20 درهم كاس اللي بغى يفور حسن مرحبا بكم مرحبا خويا مرحبا شي حاجه دوريجين امال معانا حاجه دوريجين مع القام حيد الناب جايه من فلسطين مرحبا ها هي 20 قبل حبك عينك ها هي 20 درهم ها هي بونينيكس وعباد الله كضربها مع الارض ما كتفرجكش ها هي مش عارفوا راه عندنا سلعه نقيه اخويا وهي التلفازه دوري زين قبل ما تتهرس ها هي هي ما تهرست ما والو ها انتم كيف ما كتشوفوا انا نعطيكم ضمانات 100 عام سيدي ازيد شري من عندنا 20 درهم ولادك راه هنا فين كيكونوا باهي اللي ما شريت نزه وين وين تسكر وهي هنا في الارض تفصل عليها اللي ماشيه وهذه بحال تفاسنا هذه بحال تفاسنا واش خاصك سيدي شوف اخويا دير انت من مناسب 20 درهم اخويا شكون جاب لكم هاد التلفازه هادي ديالنا سيدي ويلي باش تحشمش بحال الله العظيم بحال اللي كانت عندها وسيدي واش كاين هاد التلفازه وحده راه بزاف ديال التلفازات مصنوعين بحال هكا لا سيدي هاد التلفازه هادي فيها الضربه بحال هكا نشوف انا اللي حيدي ديك الشارف واش شباني راه ماشي ديالك سير بحال هادشي وعظامك سخان عمي يلا يلا نمشيو بحال هادنا واقيلا ولادك غيكونوا مشاو شي بلاصه اخرى يعني نحيدو من هنا حتي جمع داكشي جمع داكشي جمع داكشي عاود نلقى لك مع وجهك جمع داكشي جمع داكشي جمع داكشي بعنا كلشي باكينات التلفازه هادي اللي خاصنا نحيدو علينا دابا يا صاحبي ما لم نبيعو صاحب هنا اه ور مخيطو شدي الدري اللي قلتي ليه اياه واش مخيطو باقي شي واحد كيشري التلفازات بحال هادو لا ما فهمتينيش دابا الوليد عزيز عليه التراث دابا انايا مشيت لواحد المزاد يلا جيت لواحد المزاد دابا كتفرق مع الشخصيات هنا زادت انا واخ نوش هو يزيد وانا نزيد هو يزيد وانا نزيد زدت عليه 50 درهم هو يزيد على عباد الله في الزيت في البوطا في كلش فقصتو مزيان السي شعيب مزيان هذا هو شعيب اللي عاودتي ليه واه تا خويا ياك وشوف السي شعيب راه اختي عاودتي لك جي مرحبا بك جي ان شاء الله عندي الدار وباغي ندوي انا وياك فواحد الموضوع ومرحبا السي يونس ايوا نمشي نفرحوا الوالد متوصلينيش معاك ما لقيتي عندنا واحد الغرض دابا هنا ايوا ان شاء الله غنزيدوا على شي صباح ان شاء الله مره خديجه الشاب تهطر عليا بزاف هذا وتعرف عندي انا ما يدار هو جاي رسوني شعليه قال لي هو جاي واخا عاود يصوني عليه شوفها فين وصل صافي راه ما دويت معاك قال لي هو جاي دابا خير اصبر
واحنا صابين تنشوفوا في غاش وصل معك الحريره هادي شويه اللي صافي يكون يعني شوف كي بنت لك دابا زوين انا بالك وحلت عاوني الله يجازيك بخير صافي واش من فوم راه بهاك عشيري يا صاحبي اللي درتي انا معاك الله يودي صافي عشيري انا عارف الله يودي نوضي انت حليلي ولا هو اهلا 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 الله يحفظك الله يكبرك شكرا بارك الله فيك اه يا ترى فين صاحبي تم صاحبك اه هلا 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 اسمح لي يا اخويا اسمح لي صباح بابك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ديرو السيد بخير كي داير الشعيب بخير؟ الحمد لله لاباس عليك؟ لاباس بخير شكون هاد السيد هذا؟ هاد الاخ استاذ يتيم مسكين فين ما تنبغي نمشي شي بلاصه تندي معايا واحد المره بغيت نمشي نجيب لاكارت من الكوميساريه ديتو شدو شحال وديدي هادي ما تيلبس هاد الطاقيه هادي والله يصايب لي مسكين الله يصايب لي المهم راه عاودت لي خديجه اختي عليك وقالت لي بانك الله يعمر لك الدار وكترتاح معاك بزاف وانا الحمد لله ملي لقيت واحد ارتاحت ليه وداكشي شوف اود الناس انت لا كنتي ناوي معقول معاها حنا ما عندنا حتى مشكل مرحبا بك حنا ما غاديش نطمعوا فيك ولا نقولوا لك حقه واش عندك واش عندك واش عندك راه حنا نعاونوك ماديا ومعنويا المهم انت تكون ليا اليز مع البنت وقول لي بعدا فاش خدام بالنسبه للخدمه استاذ انا تنبيع ونشري في الارض در سلطان الحي المحمدي ليساس فمناطق مختلفه تبارك الله هاد المنطق كامل تبارك الله كتبيع وتشري فيهم وقول لي شحال المتر 20 درهم 30 درهم كيفاش بغيت نقول لك 20000 درهم 30000 درهم اللي عطاونا تندوزو حنايا شباب ودابا ندوف في المعقول اخويا شعيب ونقرب واحد الرضياتنا وندوى راجل مع راجل مرحبا والمهم اش غادي نقول لك اخويا دابا انت راك عارف الوليد مني كان غادي يموت ووصاني على اختي الله يرحمه ووصاني على حقها ومنعطيه لا ما حتى شي حاجه راك عارف البنات والدريات الصغار تقدر تخسروا في اي حاجه قال لي شاد شوف لها شي ولد الناس اللي كنت ضريف وانا وين معقول نكتبوا ليه حقها وهو يسير الاملاك ديالها اختها ارتاحت لك وبنتي انت هو الراجل المناسب ليها وباش تبين لي حسن النيه ديالك غدا ان شاء الله غتجيب لي الصداق ديالها اللي هو 10000 درهم 10000 درهم اييه تغلى على اختي لا حاشا صافي سيونس مرحبا غدا ان شاء الله ال 10000 درهم تجي راه تشاوش مع اليتيم صافي اللهم يسر ودابا حنا دوزنا كلمه ديال الجن الله يحفظك الله يكبر بك اش نبارك على راسها صافي صافي ان شاء الله ما لقاوش شي راجل بحالك يلا راه جات تسلبوا شي حاجه لا لا والله العظيم يلا سدوا الباب معاكم اش بالك مرحبا مرحبا تفضلوا الله يحفظك قول لي بغيت نسولك السيد شك ديما جايبو معاك راه حنا قلنا لك راه يتيم انا هو باه انا هو مورا ما عندوش مو ما عندوش باه طيب واخا قول لي مشيتي دابا داركم فكرتي مزيان عرفتي راسك اش غدير صافي يعني لا فكرنا وهداك الشيء وناضي هداك الشيء صافي يعني قرار هو هو لا ناضي باستر باستر وانا كم الباستر وين باستر دو كوستا دو بارتا راستر باستر نو 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 لا بارتا دو كوستا فيك البورتا نو 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 لا بارتا باستر لا باستر شوف ما فهموناش كتقولوا بعدا قولي بعدا جبتي داك الصداق كلشي موجود حتى حاجه ما تغلى عليك السيون بارك الله فيك مرحبا هيا قول لي واش بغيتي اورو ولا درهم ها اللي عطيتي حنا هذا الصداق ما شفناش انت انا جايب معايا الاورو نطيب لك درهم حسب ليا مع راسك لا صافي كنت حاسب لا والله تتحسب بالله انا راه ولد الناس انا وعندي المعارف اودي هادشي راه حنا ما كيبان لنا لا شيء فهمتي راه علاقه بالاختي وحنا راه من لا شيء انا تيبان لي الشيء حسب لي رزقك بسم الله ريم هنا لا بوستو لا طاردي صافي وما دوك تبارك الله عليك كلمه عندك غدا نجيب العدول ان شاء الله صافي غدا جيب العدول ونجيب ورقة الزواج ان شاء الله ونجي مرحبا بك صافي ان شاء الله نتقعدوا صافي غنمشيو صافي غنمشيو يلاه ماما زدو معكم الباب صافي مرحبا شكرا بزاف الله يعاونك شكرا صافي مشى ياك هانتي شوف واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هادي ديال دار الكرينة يومين 500 درهم الليلة تي هاك ها هو نصك وراه نصي شوف أنا ما نتحاسب معاك حتى شي حاجة جاتك كتيرة مرحبا جاتني أنا كتيرة مرحبا وشوف هي شي حولي آخر ولا شي فيكتيم آخر
ما تبقيش تعيط عليا على الخاوي، عيطي لي كان شي حاجه فيها الفلوس بحالك، ديما انا خوك انا باك انا كلشي. المهم هادي راه ديال الدار، انا ندير السيد كيتسنى صافي، وانا غادي نمسح حوايجك باش تمشيو نعطيو السيد ساروج. يا ربي تجيبنا شي فيك تيما اخو. يا شي انا نمشي على عمري ورثو الزويجة غتكون بحالي انا. يتعذر الاتصال بمخاطبكم الان، المرجو الاتصال لاحقا. كيفاش؟ تمشي عاد عمري يعني نمشي، نمشي عاد للدار المين خاسر. خويا واش هادي هي الدار ديال خديجه ويونس؟ واحد جوج خوت ساكنين هنا. اخويا حتى شي من خوت، واش من خديجه واش من يونس واش من شكون هادي؟ شكون اللي صيفط لك هاد المعلومه هنا عندي انا بالضبط؟ ترى يلا شي يومين هادي جيت عند ما صاحبي وجبت له 16000 درهم، لكن غنتزوج بختو صاحبي. خويا اخبارك هاد حتى الاسماء لا عطيتيني راه غلط فيه، ما عنديش هاد الاسماء، وهاد الدار مفرشه باش نوضح لك الامور. كان كنعلم جوجين وبكره الزواج تفهمنا، وكراو عندي فاكونسيين سكنوا جمار يومين اللي عندي سكنوا، باش نتفاهم معاك ولدي. وعمرك ما باقي تجي عندي، شي داك النص ديالكم والاحتيال رانا عارفو. اخر مره باقي تجي تجي المره الجايه رانا نجيب لك البوليس. يلاه ضرب بزاف داك الاتصال، اخر جيت سالت لك البوليس سالي. اوكي وهادي نصبه سينك سينك، والله الا سينك سينك. ريحت يا صاحبي. واه خويا رزق يدخل عندي اخويا، عطيني الباي ديالك. اين رزقك؟ رزقك راه لله ما اعطى وله ما اخذ. شنو هو؟ مصباح عليا خيط. نوض انا غنوريك لله ما اعطى. هاي خلات حظه ودابا نص الدوال دابا بالك عليا هي ما كتبغيش المطاهر، كتبغي لي شنو في قلبو لداخل. هاي دابا خلات حظه وسير دابا تنظف، راه قلت لك هذيك راه نصابه انت ما كتسمعش. والله يا خويا اللي جبت انا علاش ما تبعتكش نهار اللي نقول انا صافي انت ما كتسمعش وليده. نجيب لك البصله. تاش من بصله تاك تشوف السيده سخفانه تقول لها نجيب لك البصله؟ واش مريض؟ واش شويه رقاتي سميره تنعرفها ولا دار صحابي؟ وفين هما دابا؟ ركت معاهم البارح خليتهم يضربوا واحد المناصير مع ضربهم ولا لا؟ يلا مشوا عندك. اجي يا صاحبي تفضل مشوا عنده، واش باقي عندي شي وجه باش مشوا عنده؟ نسيت شكون اللي وصل لهذيك الحاله؟ ها؟ نسيت شي نهار عطاتك الفلوس فلوس الدواء مشيتي خسرتيهم على ديك الخيبوعه. واخويا اش غنقول لك ضربتني على الشعار صحيح. دابا عرفتي اش غدير؟ اش غندير؟ الصريف اللي جمعنا يلا نمشيو نعوضوا والدينا داكشي اللي درنا لهم. مسخوط الوالدين وراه حتى معايا مسخوط الوالدين مالي بوحدي. وراه حيت انت راه عارفك تقدر ديرها، ها تمشي عندي عاوتاني. يلا نمشيو اخر مره بقى نمشي عند الدراري. واش من مناطش راني سالا نموت انا غنطيح عتقوني. صافي ام جميله يلا ندوك الدار. تخدم حاجه ما بغاش تخدم. ها هو خدام يلا مزيان. وديت ليا التلفازه ما حنتوني الله يمحنكم. الله يودي الله اش بغيتي عند وليداتك؟ يا ربي السلام نهار نطيف مع التلفازه، نهار ضرب طيب مع التلي مع الويلك حتى الراديو. اويلي انت مالك؟ هادشي كاع اللي داروا ليك الحمد لله الا ما يخليوك جوج سدادير فين تنعسي فين نرتاحوا فيهم بعدها الناس. يا ربي السلامة اللي ضربك ضربك على النعاس، ولادك راه مثال فين شابهينك. ايوا انا بيني وبينك ما مرتاحش يا خاطري، سمعتيني؟ شي حاجة واقعة لوليداتي. هادوك كاش غادوقع عليهم؟ رجلون هادوك الناس يخافوا منهم هادوك. لا لا قلبي مغير عليهم، وهادوك الايام اللي دازت كنحس بهم شي حاجة بيهم. زيد بشوي دخل زيد حسن دخل سداد. ها التلفاز ديال الوالد. ها هو السدار الوالد تحيد سياتيك. ولادي يا من انت كريم يا رب. عاوتاني جيتو يا المساخيت عاوتاني. وليدي راه صوب التلفاز وغنجي عندك.
واخا عليك الجاي واخا. هادشي كاع اللي درتو لينا باقي تتحلف عليا مازال. وحنا انا راه مشينا سلينا السداري ومشينا شرينا التلفازة باش ما نبقاوش نزحمو معاكم في الدبيش. اصلا هو راه شريت لك انا الوالدة السداري من ريش بوند غبي خير غتبقاي بخير. الله سخيتش بك الوالدة ولا كيرات الشارفة دات العقروش. الله يمسخك الله يخوت فيك العقل. اسمحوا لي يا ولادي راه جرت عليكم غير باش ديروا النص باش مشيت انتما انتما جدتوا بعد السداري. هاي الوالي تتلفات شرينا لك هاي تشيلي كوموند. هاي الوالي تشيلي كوموند شعل بالبوله الحمراء. ايوا دابا انتما ولادي يا بيبي صافي كون هاني بغيتك الواليده بغيتك تبقاي معايا باش نقادو البيت. واخا سير الوالي سير الوالي انت مع راسك دير لها تشيلي كوموند جوج حجرات سير دير العود. ايوا الوالده اش بغيتي؟ الله يرضي عليكم وليدات الله يرضي عليكم. سبحان الله سبحان الله بزاف صافي الوالده دابا غادي نوضو نقادو البيت وداك الشيء. حسن نوض تلمض وقاد الكيسان صافي حيدا خليت السدان سير جيب دوك الطلابات من جنبي. فين اصاحبي؟ الله يمتكوش كرتك يا وليداتي جاوتي جوج هاك شد زوج كاملوش سمح لي الله يرحم لك الوالدين اتي راه جبنا داك السداري كبير نعسو بجوج نتوما كاملين نعسو بجوج. واه وليدي وراني نسامحك دنيا واخره نتوما راكم وليدات الطرف من الكبده. اوليدي الله يهديكم الله يرضي عليكم ودوا المضمون فيا. دابا خافنا انا موفيا فاش نجوع ان شاء الله. أه؟ ان شاء الله وليدي ولكن جلاتي شري انا والله حتى نشري انا صافي كنت بغيت نجوج ليا. واش غدير دبرت انا على المرض صافي دغيا صافي. ياه انا قلت ولدي نبكي عليك وانت باغي تقلب على المرأة. وانا تغدوز وانا بغيت نتزوج.